هذا العرض عن إيجاد ميل الخط في الرسم البياني. بقليل من المراجعة فإن الميل يوضح مقدار انحدار الخط، وأفضل طريقة لإيجاده هو أن الميل يساوي مقدار التغير في y مقدار التغير في y مقسوما على مقدار التغير في x. بما أننا نحسب الميل لخط فإن الميل سيكون ثابت، وفي بعض الأحيان ربما سترى هذا المثلث وهذا يسمى بدلتا ويعني التغير في y مقسوما على التغير في x، وتلك طريقة جيدة لإيجاد الميل. فلنرى الآن ما هو مقدار التغير في y لكل تغير في x. فلنبدأ عند نقطة معينة تكون جيدة. القراءة من هذا الجدول من هذا الرسم البياني، دعونا نرى، سأستخدم لونا أكثر وضوح. فلنبدأ عند هذه النقطة هنا، نريد الذهاب لنقطة أخرى وتكون مباشرة في القراءة. نستطيع اختيار أي نقطتين على هذا الخط. أنا فقط أختار نقاط لأن لديها إحداثيات ذات عدد صحيح فتكون أسهل. والآن ما هو التغير في y وما هو التغير في x؟ التغير في x إذا انتقلنا من هنا إلى هناك. ما هو التغير في x؟ حسنا، من الممكن أن أعده خطوة، اثنتين، ثلاث. التغير في x يساوي 3، وأيضا نستطيع أن نلاحظها من قيم x. إذا انتقلت من سالب 3 إلى 0 فسأنتقل إلى الأعلى بمقدار 3، فيصبح التغير في x يساوي 3. إذا دعوني أكتب هذا، التغير في x أو دلتا x يساوي 3. وما هو التغير في y؟ سأنتقل من سالب 3 لأصل إلى سالب 1، أو يمكن أن نقول فقط 1 2، فيكون التغير في y يساوي موجب 2. سأكتبها الآن، التغير في y يساوي 2. هذا بالنسبة للتغير في y. والآن ما هو التغير في x؟ حسنا، أصبح التغير في x يساوي 3 عندما كان التغير في y يساوي 2. هذا هو الميل. أريد أن أريكم أنه يمكنني اختيار أي نقطتين هنا. فلنفترض أنني لم أختار تلك النقطتين، دعوني أمحو هذا. دعوني أختار نقطتين أخريين. أريد أن أريكم أنكم ستحصلون على نفس الإجابة. دعوني أفترض أن هذه هي نقطة البداية، وأريد أن أصل إلى هنا. حسنا، دعوني أولا نفكر بالتغير في y. التغير في y هو مقدار الوحدات التي مررت بها للأسفل. إذا التغير في y أصبح يساوي هنا 1 2 3 4 وحدات. ذهبت من 1 إلى سالب 3 ولذلك أصبحت سالب 4. هذا هو التغير في y. التغير في y هو سالب 4. والآن ما هو التغير في x؟ سأذهب من هذه النقطة أو من هذه القيمة لx بهذا الاتجاه. دعوني أفعل هذا بلون مختلف، إلى الوراء بهذا الاتجاه. بما أنني أتحرك إلى اليسار فإن التغير سيكون بالسالب، إنني أنتقل 1 2 3 4 5 6 وحدات للخلف، فيكون التغير في x يساوي سالب 6. التغير في x يساوي سالب 6. ويمكنك أن ترى أيضا أنني بدأت من x تساوي 3 وانتقلت إلى x تساوي سالب 3، فيكون التغير سالب 6. لقد ذهبت إلى اليسار بمقدار 6 وحدات. الآن التغير في y على التغير في x يساوي سالب 4 على سالب 6.
يتم حذف الإشارة السالبة، ما هو ناتج 4/6؟ إنه 2/3. إنها نفس القيمة فيجب أن تكون ثابتة. في هذه الحالة أكون قد ذهبت للأسفل بمقدار 4 وللخلف بمقدار 6، فتصبح سالب 4/-6. وإذا كانت هذه نقطة البداية فيمكن أن أقول أنني ذهبت للأعلى بمقدار 4، إذن التغير في y يكون 4، والتغير في x يكون 6 هنا. بأي طريقة مرة أخرى، التغير في y على التغير في x سيكون 4/6، أي 2/3. فلا يهم أي نقطة ستختارها، بما أنك فكرت به بطريقة ثابتة ستحصل على نفس قيمة الميل. حظا طيبا.